هذه السوايع كتصلنا على اللقاء النهائي ببطولة افريقيا للاعبين المحليين، واللي غادي يكون المنتخب الوطني طرفها في مواجهة المنتخب المالي من اجل حسم اللقب وتحقيق طموح الجماهير المغربية اللي كتسنى المنتخب الوطني يحافظ على اللقب ديالو اللي حاز عليه قبل 3 سنوات. العناصر الوطنية اختتمت البارح استعداداتها باخر حصة تدريبية واللي جرات في الملعب الملحق رقم 1 لملعب اولمبي هنا بضواحي يومدي. خلالها فحضرت جميع العناصر الوطنية استعدادات ديالها وجاهزيتها لهذا المواجهة. جميع العناصر يعني في الاطروحات اللي تقدمت بها راديو مارس ووسائل الاعلام الوطنيه والدوليه لحضره ربع ساعه من حصه البارح، فاكدت عزم ديالها وتركيزها على لقاء اليوم من اجل حسم هذا المواجهه اللي من المنتظر باش يبداها عموتها بنفس التشكيله اللي خاضت لقاء نصف النهائي امام المنتخب الكاميروني اللي كتكون من زليتي كحارس مرمى، بقيه لاعبين سليمان نمساوي في الايسر المساوي وخط الوسط الدفاعي، كل من اللاعب عبد المنعم بطويل وسفيان البوفتيني في وسط الميدان، كنلقاو كل من يحيى جبران ومحمد علي بمعمر وكذلك عبد الله الحافظي في خط الهجوم، ومنتظر انه يتكون من رحيمي نجم هذا الشان هذا وهدافه، واللاعب وائل نوح السعداوي والعميد الكعبي. هذه التشكيله المحتمله للمنتخب الوطني. فالبارح تعرفنا على نتائج المسحه الطبيه اللي خضعت لها البعثه المنتخب الوطني، واللي الحمد لله كانت كلها سلبية، وبالتالي فجميع العناصر غتكون متاحة أمام الحسين عموتة في لقاء اليوم، لقاء اللي من المنتظر يعرف حضور جماهيري ويستقطب الجالية المغربية اللي كتستعد هذه المواجهة، جالية اللي جاية مجموعة من المدن الكاميرونية أبرزها من دولة وكذلك من هنا من العاصمة يوندي، واللي دائما في بحث على الليبية ديال هذا الماتش، وهي كالبعثة المغربية فهي سهلت لهم هذه الإمكانية هذه، والمنتظر يعرف حضور جماهيري وكذلك بالألوان ديال المنتخب الوطني والإعلام المغربية كما كان الشأن في الباقي ديال المباريات اللي كان سواء في دولة أو في الليمبي. كذلك من المنتظر أن توصل إلى مطار يوندي طائرة كتحمل بعثة مغربية حسب الأخبار اللي وصلتنا في رأسها وزير الشباب والرياضة مجموعة من الأعضاء الجمعيين والفعاليات الرياضية اللي غتحشنا إلى ملعب أحمد وأهيتشو اللي يحتضن هذه المباراة واللي يقودها الحكم الكيني واويرو، واحد من الحكام اللي كانوا في المباراة السابقة للمنتخب المغربي كحكم رابع، ويكون جاني سيكاسوي ومعه الحكم الإثيوبي المعروف اللي غادي يكونوا في الفار. إذن أقل من 6 سوايع كتصلنا على هذا المواجهة، غادي نكون معكم باقي البرامج باش نقربكم الأجواء اللي غيعيشها ملعب أحمد وأحجو على إيقاع هذا المباراة النهائية، واللي غادي يكون فيها حفل اختتام اللي غيكون فيه مجموعة من الأهاجيز والفولكلورات الإفريقية والكامرونية المحضة. عودة إليك. شكرا لك عزيز القبلاوي موفد راديو مارس بالديارة الكاميرونية. أكيد كيف ما كنتي غادي تكون عندنا عودة معك في باقي برامج راديو مارس باش تقربنا من تفاصيل اللي كتسبق هذه المباراة، وحنا على بعد تقريبا 6 سوايع من انطلاق النهائي ديال منافسة الشان واللي غادي يجمع المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين بالمنتخب المالي اليوم مع 8 ديال الليل. غادي نمشيو باش نستمعوا التصريحات ديال الناخب الوطني حسين عموتة من خلال ندوة صحفية اللي عقدها يوم أمس لا تراديشونيل كونفيرونس دو بريس دافون ماتش. حسين عموتة تكلم على هذا النهائي، نمشيو نسمعوا ليه. كنعتقد بكل بساطة تمكن من تسجيل 3 ديال الماتشات الأخيرة عدد كبير من الأهداف وكذلك خلق مجموعة من الفرص منذ البداية ديال هذه المسابقة، كيعطينا فريق بنهج هجوم أكثر. كنتمنى في النهائي أننا نواصلوا المجهودات ونقدروا نخلقوا فرص للتهديف. الناخب الوطني الحسين عموتة تكلم على الفعالية والنجاعة ديال الخط الهجومي ديال المنتخب الوطني المغربي، وتكلم كذلك على نقاط قوة ديال المنتخب المالي من خلال الخط الدفاع ديال المنتخب المالي. نمشيو نسمعوا التصريح ديال الناخب الوطني الحسين عموتة. بخصوص مالي كنعتقد فريق اللي كيدافع مزيان، مجموعه ديالهم كتلعب دفاع مزيان، بدا نسجل لهم غير هدف واحد في البطوله، وبالتالي خاصنا نركزوا باش نعرفوا كيفاش نهزموا هاد الدفاع.
إذن التركيز هو لو ميتر مو ديال الناخب الوطني الحسين عموتة اللي كيشدد عليه بالنسبة للاعبين ديالو اللي كيقول لأنهم خاصهم يركزوا مزيان في هذه المقابلة حيت الجانب الذهني هو اللي غادي يحسم هذا اللقاء. الناخب الوطني الحسين عموتة واصل الحديث ديالو دائما خلال الندوة الصحفية اللي عقدها البارحة الندوة اللي كتسبق المباراة وتكلم على لو فات كي سوا فافوري في هذا المنافسة هذه ولا بالظفر مرشح باش يفوز بهذا اللقب ديال المنافسات الشان بحكم على انه المنتخب الوطني المغربي هو حامل اللقب وبانه وصل للمرة الثانية على التوالي النهائي المنافسة. تنظن انه يمكن الكل يمكن تيشح المنتخب المغربي نظرا للاحصائيات اللي من ناحيه ديال الاستحواذ على الكره او يعني التمريرات اللي كانت ناجحه ولا يعني الاهداف اللي سجلنا يعني الضربات الركنيه يعني التسديدات اللي كانت العدد يعني كلها يعني دي مؤشرات النجاح ديال الفريق كلها ايجابيه بالنسبه لنا وبالتالي كترشح الفريق. ولكن انا دائما تنقول انه نتيجه المقابله متعلقه بالظروف يعني وبالاجتهاد ديال الفريق. إذا بغينا نفوزوا بالمقابلات خصنا نخلقوا لنفسنا جميع نفس الظروف لا من ناحية البدنية ولا من ناحية التقنية والتكتيكية ولا حتى من ناحية الدينية خصنا نخلقوا نفس الظروف ونفس الاجتهادات باش نوصلوا لنفس النتائج. إذن بدور سفيان البوفتيني المدافع ديال المنتخب الوطني المغربي تحدث على هذا المباراة النهائية أمام المنتخب المالي واللي غادي يجمعهم اليوم وقال بأن العناصر الوطنية فهي مستعدة بشكل كبير ومركزة على أنها تحقق نتيجة إيجابية وترجع بطبيعة الحال باللقب. كنستعدوا لهذه المقابلة كجميع المباريات، حنا عارفين الخصم بأنه خصم قوي، خصم اللي كيتراكم الوراء، حنا حاولنا نخدموا على جزئيات اللي غادي تخلينا أننا ندخلوا في المقابلة منذ البداية. المنتخب المالي ديجا سبق لنا ولعبنا مع ماتش أميكال، الفعل أن ماتش أميكال ماشي هو الماتش أوفيسيال، حنا وصلنا للمبتغى ديالنا اللي هو النهائي، الآن ما مسموحش علينا أننا نغلطوا في هذه المقابلة هذه، حاولنا نخدموا على الجزئيات اللي غادي تخلينا اننا نفوزوا في هذه المقابله وان شاء الله نتمنوا من الله خير. عارفين بان النهائي اللي غادي يكون صعيب على الفريقين بجوج، ان شاء الله نتمنوا اننا نتفوقوا في هذه المقابله في الشوط الاول باش ان شاء الله نلعبوا باريحيه في الشوط الثاني ونفوزوا في هذه المقابله ونرجعوا باللقاء ديالنا للمغرب. إذن نهائي منافسة الشان بين المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين والمنتخب المالي اللي بدوره كيطمح لأنه يفوز بهذا المسابقة. غادي نمشيو باش نستمعوا للتصريح ديال الناخب ديال المنتخب المالي نهوم جان اللي تحدث كذلك على صعوبة هذه المقابلة. حنا تنوجهوا لهذا الفينال الاستراتيجيه اللي غنلعبوا بها وهذا الشيء غيبقى بيني وبين اللاعبين ديالي اللي ما نقولوش لكم. المنتخب المغربي هو من كبار القاره الافريقيه بحاله بحال الكاميرون غينيا والكونغو الديمقراطيه وهذا الشيء علاش نحترموا المنتخب المغربي.